للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلاقات الدولية. دكتور سعيد، مصر أكدت أن الأونروا يجب أن تقوم بالدور الأمثل لمساعدة الفلسطينيين والقيام بمهامها في داخل قطاع غزة. برأيك في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها الوكالة الأممية، كيف تمارس عملها؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. وعايزين نقول ان يعني مصر غير المساعدات الانسانيه والدعم اللوجستي اللي بتقدمه لقطاع غزه في ظل الظروف اللي احنا فيها منذ 7 اكتوبر، يعني احنا لو بصينا هنلاقي 65% من المساعدات الانسانيه داخله من مصر وكلها من جمهوريه مصر العربيه. اعتقد ان مصر برضو شغلها الشاغل ان تكون هناك عوده مره ثانيه الى الأونروا والمساعدات الماديه اللي بتعملها هذه الوكاله الامميه. وانا عايز اقول لحضرتك زي ما احنا سمعنا برضو في التقرير ان دي يعني الوكاله صادره بقرار من الجمعيه العامه للامم المتحده رقم 302 منذ عام 48، وهي بتساعد اكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، ليس فقط في الاراضي الفلسطينيه ولكن ايضا في بعض الاراضي دول الجوار زي الاردن ولبنان وسوريا. فانا اعتقد ان احنا الدور المصري دور يعني ليس فقط ايضا في المساعدات الانسانيه، ولكن ايضا احنا بننادي في كل المحافل الدوليه. لسه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مجتمع مع ملك البحرين ويتكلموا ايضا في هذه النقطه، العوده الدائمه والمستدامه لهذه الوكاله لإغاثة الإخوة الفلسطينيين في ليس فقط أيضا في قطاع غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية. وإحنا عارفين تماما ما تفعله هذه الوكالة بالنسبة من ناحية التثقيف والتعليم وبناء المدارس والبنى التحتية الخاصة بالتعليم بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والدول الجوار. فمصر لها دور كبير جدا في هذه العودة، وأنا أعتقد أن إحنا أيضا سوف يتم مناقشة هذا الموضوع في مؤتمر القمة العربية اللي هينعقد إن شاء الله في دولة في مملكة البحرين. وأعتقد أن كل الدول العربية مجمعة وهناك توافق في الرؤى المصرية بالنسبة لهذه الخطوة، عودة مرة أخرى الدعم المادي والإنساني واللوجستي اللي كانت بتقدمه وكالة الأونروا. نعم. بالنسبة لي تتفق المواقف إذن دكتور سعيد، لكن الممارسات الإسرائيلية لا تختلف من انتهاكات مستمرة سواء بحق الشعب الفلسطيني أو حتى في المقرات الخاصة بالمنظمة والتي تقدم الدعم كما ذكرت للشعب الفلسطيني. إذن ما يمكن أن يوقف هذه الممارسات وكيف تحاسب إسرائيل في مثل هذه الظروف؟ شوف حضرتك، احنا يعني من حوالي 4 شهور احنا شفنا بعض الدول الأجنبية بتقدم يعني زي دولة جنوب افريقيا قدمت في محكمة العدل الدولية ليس فقط انتهاكات زي ما حضرتك بتقولي او يعني قتل، ولكن احنا بنشوف ابادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة ولكن في كل الاراضي الفلسطينية. هناك ابادة جماعية، ابادة عرق تام، ليس فقط قتل نساء واطفال وقتل إهدار بنى تحتية موجودة في قطاع غزة، ولكن هناك إبادة جماعية. أنا أعتقد أن لابد من توافق في الرؤى، وأعتقد أن يعني القيادة السياسية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني لو حضرتك تتذكري معايا كده يوم 21 أكتوبر مؤتمر قمة القمم اللي حصل في العاصمة الإدارية اللي كان خاص بالهجوم البري الوحشي من الكيان الصهيوني على السلطة الفلسطينية يوم 21 أكتوبر، وسيادة الرئيس عرض روشتة مصرية لعلاج هذا الموضوع، وهو يعني احنا هنبتدي ان احنا نحل الموضوع ده بالوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار. يعني لو حصل هذا المبدا بالرغم من تعارض هذا المبدا مع الكيان الصهيوني، حضرتك لو احنا متبعين يعني من حوالي اسبوعين كان في هناك قرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار، ولكن هناك عدم احترام للكيان الصهيوني لهذا القرار. ولكن زي ما بقول لحضرتك نرجع للروشته المصريه اللي احنا قلناها من يوم 21 اكتوبر اللي هو مخرجات هذه القمه، وقف الفوري لاطلاق النار ثم العوده الى طاوله المفاوضات. اي نعم احنا هنرجع تاني للمربع صفر، ولكن لابد من العوده الى طاوله المفاوضات مره اخرى بين الجانب حماس ونتنياهو في الكيان الصهيوني. واعتقد ان احنا ممكن يعني ممكن هذه الازمه تحل ان شاء الله، ونتمنى كلنا كمحللين ومراقبين في
قمه القمه العربيه ان شاء الله القادمه، ان يكون في توافق في الرؤى والخطط الاستراتيجيه اللي هتعرضها مصر في هذه القمه بالنسبه للحل الجذري والمستدام لهذا الصراع وهذا النزاع نعم. الوحشي اللي بيحصل على الاراضي الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه. اشكرك جزيل الشكر الدكتور سعيد الزغبي استاذ العلاقات الدوليه.